بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الفيديو للأسبوع السادس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، حقوق الإنسان في الأردن. الانتماء لهذا الوطن الذي نريده وطناً لكل الأردنيين، وطناً تسوده روح العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان. سنناقش سوية دور الأردني في حماية حقوق الإنسان. يقوم الأردن بدور فاعل في حماية حقوق الإنسان، وهو التزام من الدولة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والمحافظة عليها بموجب القوانين الدولية وموارد الدستور. هذه هي الأوراق والبطاقات النقاشية. إن المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي قام عليها الأردن تتمحور حول رفع شأن الإنسان وصون كرامته وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة. يولي الأردن أهمية قصوى للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان. وردت حقوق الأردنيين والأردنيات في الفصل الثاني من الدستور الأردني. وقد تبنى الأردن خطة وطنية لحقوق الإنسان، ولنتعرف أهدافها نتأمل الشكل الآتي: ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها، بناء القدرات الفردية والمؤسسية في المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيزها، تطوير منظومة التشريعات الوطنية لتصبح أكثر موائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. بعد ذلك سننتقل إلى مواد وردت في الدستور الأردني تتحدث عن حقوق الإنسان. المادة السادسة تقول: الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. المادة الشخصية مصونة وهي الحرية. المادة الرابعة عشر تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة، ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب. المادة الخامسة عشر تكفل حرية الرأي لكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا تتجاوز حدود القانون. المادة السادسة عشر للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. المادة العشرين التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة. لكل أردني حق تولي في المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة. العمل حق لجميع الأردنيين، وعلى الدولة الأردنية أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. وكما نعلم عزيزي الطالب، فإن الدول الواعية الحريصة على استباب الأمن والاستقرار فيها وبين شعوبها تسعى دائماً لأن تعطي لشعبها كافة الحقوق المطلوبة لكي يستقر المجتمع وتستقر أفراد المجتمع بغض النظر عن أعراقهم أو دياناتهم أو أصولهم، وهذا ما نسعى إليه في بلدنا الحبيب الأردن. إلى هنا أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.